يلا بينا نتكلم نكست بقى. اول حاجه واول نوع عندي اتكلم عنه هو الكونفكسيتي مينينجوما. الكونفكسيتي مينينجوما هي الموست كومن؟ لا، الموست كومن هو الباراسايتر. امال مين الموست كومن؟ ده سكند موست كومن. 15% من المينينجيوماز هي كونفكسيتي مينينجوما، اكتر من مينينجوما خارجه من الكرينيال فولت. السكند هاي انسيدنس طبعا بعد المين الباراسايتال مينينجوما اللي هي بنسبه 20% من المينينجيوماز. طيب the term convexity معناها ايه؟ refers to those meningiomas that do not extend into the dura mater of the skull base ولا ليه علاقة بالdural sinus. انا ولا بوصل للskull base ولا dural sinus يا عم، انا علاقة بالكورتكس العادية الجميلة مع الديورة بتاعتها فقط، ده اسمه convexity، ولا ليه علاقة بالskull base ولا ليه علاقة بالdural sinus. As opposed to tumors in other locations, the convexity meningioma دي لوزت النيوروسيرجي. يا سلام لما تجيلك convexity meningioma كاتمت هيجان عليها. ليه هيجان عليها؟ لانها سهله انك تشيلها، دي اوريدي اكسسبل، انت بتشوفها بسهوله، توصلها بسهوله، البلاد سبلاي بتاعها هو الديوره اللي فوقيها، تكوتر الديوره خلاص هتقفل البلاد سبلاي، هتفتح هتشيل التيومر بمنتهى اللذاذه والحلاوه، وهتلاقي كمان ان شاء الله في كلين اوف كليبج كده سي اس اف تقلبها كلها قلبه حلوه كده، عمليه هبله وسهله. ها هنتكلم عنها دلوقتي، لكن ده يعتبر من اسهل المينينجيوماز اللي انت تحب تتعامل معاها بصراحه. كونفكس مينينجيوما كله يحبها. اوكي next الكلينيكال برزنتيشن ايه؟ طبعا مش هتكلم يعني، تعالى نتخيل كده كونفكسيتي مينينجوما طلع في اي حد، تفتكر هيعمل ايه؟ اول حاجه هيعمل هيدك، اكيد ممكن يعمل سيجرز اكيد طبعا ان ريليشن للكورتكس، الى جانب المكان اللي هيكمبرس عليه هيعمل لك مشكله. most patients present with signs and symptoms of attributable to mass effect، طبعا هيدك هو الموست كومن سيمتوم، ممكن يجي لك سيجرز طبعا لو عمل اريتيشن للكورتكس بالذات لو كان تيمبورال مينينجيوماز، لكن بقى على حسب مكانه يعمل لك مشكله. يعني جالك فرونتال كونفكسي مينينجوما، الله ده حلوه قوي دي، تتشال كده وان شاء الله ربنا يا سلام لو رايت فرونتال بقى يا سلام. ها هيجي لك بايه بقى؟ مشاكل فرونتال بقى، كونفيوجن، ميموري لوس، ديبريشن، بيرسوناليتي التريشن. طب افرض ان هو جه حوالين الايه، حوالين السنترال سالكس، بيريرولاندك ليجنز، يجي لك بقى موتور سنسوري ديفيسنس، ويكنس سنسوري ديفيسنس وكذا. طب جه اوكسيبيتال شويه، فيجوال فيلد ديفكتس بقى، ويجي لك بقى مشكله في الكالرينج ماشي. طب جالك في البارايتال لوب، يجي لك بقى بحاجات النيجلكت والالكسيا وديفيكولتي اوف كالكيوليشن اللي هو له علاقه بالايه، بالانجولار جايروس والسوبرا مارجنال جايروس والحاجات دي، هاي عند البارايتال اريا. طب افرض ان هو جه عند الناحيه الشمال، ممكن يجي لك بقى فيزيا غير الويكنس، لا ناحيه يمين يجي لك بقى فيزيا عند بروكس اريا، يجي لك بافيزيا وهكذا. اذا فكلام اهبل وكلام منطقي ومش محتاج ان انا اتفلسف فيه. تيومر خارج منين؟ خارج من المنطقه الفلانيه، فده قريب من طبعا ان انا اكون فاهم بقى الارياز وكل منطقه بتعمل ايه، فبناء على مكانها هيجي البرزنتيشن بتاعها، الى جانب الجنرال برزنتيشن العادي بتاع اي من الجيوما الهيديك وسيجرز. اوكي نيكست. طيب طبعا مش هقول لك على الانفستيجيشن عشان عيب، الانفستيجيشن هنعملها هو ام ار اي برين وذ كونتراست، هيبين لك المينينجوما، هيبين لك الديورال تيل، هيبين لك الانهانسمنت الموجود فيها، تشوف البلاد فيسلز اللي هي المفروض زقها لبره، تشوف الباسكولاريتي بتاعتها شكلها ازاي، هل فيها تيومر، في بلاد فيسل معدي جواها ولا لا وهكذا. تعملها سي تي لو فيها هايبر اوستوتيك بون وهي مش ريليشن لساجيتال ساينس ومش ريليشن لحاجه، مش محتاج تعملها ام ار في ولا حاجه، انت كده زي الفل. طيب هنعمل لها ايه؟ ايه المانجمنت بتاعتنا؟ اول حاجه زي ما اتفقنا asymptomatic patients who are over the age of 70 او عندهم مشاكل ميديكال كتيره كونزرف، طالما ان هي ما عندهاش ايديما عنيفه، ما فيش كومبريشن على حاجه عنيفه، وفي حته سايلنت والعيان asymptomatic، خلاص يبقى ده كونزرف مش هعمل حاجه خالص. طب لو عيان صغير او عنده تيومر واسيمتوماتيك بس هو سنه صغير، يعني ايه سنه صغير؟ يعني اللايف اكسبكتنسي بتاعته كبيره، يعني ممكن عرضه ان الورم ده يكبر بشكل اكبر، تتكلم معاه بقى كاونسل، والله انت عندك ورم، الورم ده حاليا هو اسيمتوماتيك، حجمه مش كبير فبنسبه، بس انت سنك صغير فبنسبه كبيره لو الدنيا كويسه وربنا اداك الصح يعني غالبا هيكبر. طب نعمل ايه؟ واحد يقول لك انا عايز اشيله دلوقتي واخلص خلاص، واحد يقول لك لا معلش هنتابعه بقى خلاص، يبقى كل 3 ل 6 شهور تعمل ام ار اي برينوت كونترست جديده ونقارن بقى الحجم القديم بالجديد ونشوف هل حجمه بيكبر بالطريقه العظيمه عنيفه اللي هو لا يعني رابيدلي جروينج ومحتاج ان احنا ننترفين، ولا الموضوع ماشي جراديوال بزياده او ما فيش زياده اصلا، فتقول خلاص يبقى كده هن كونزرف. طبعا خلال فتره الكونسلنج او فتره الاوبزرفيشن دي اي ديتيريوريشن يحصل هيحتاج ان احنا نعمل انترفنشن على طول. طيب العمليه زي ما اتفقنا، اي حاله تانية العمليه بالنسبه لنا لازم انك تعمل
كرينيوتومي واسعة جدا، انسيجن واسعة جدا عشان تلزم تبقى الفتحة بتاعتك، نورياني كل الديورة الاتاتشن بتاع المنجوما واسعة، لازم اجيب نورمال ديورة ونورمال برين تيشو في الفتحة بتاعتي. وايد انسيجن اند كرينيوتومي كفرينج اول تيومر بوردرز. اول حاجة بعملها ايه؟ بتكوتر الديورة اللي هي المين بلاد سبلاي بتاعت التيومر. كوتر كل الديورة، كوتر 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 كل الديورة، كل الديورة كوترها. ها وبعدين ده انت كمان هتقص الديوره وتقص 2 سم حوالين الديوره عشان عايزين جريد زيرو. ها جريد زيرو بتاعت الايه، بتاعت عمك المفتي. بعد لما بتكوتر الديوره بتفتحها، تبقى بقى تعمل سنترال ديبالكينج. بعد لما انت خلاص عملت ديفاسكولاريزيشن للتيومر، تعمل سنترال ديبالكينج، ها تشيل من جوه، وبعدين تبدا انك بقى تعمل دايسكشن بالبايبولر كده والباتي، تحط باتي في النص وتبدا انك ايه تقلب التيومر عليك. وتخلي بالك ان الجزء بقى، انت مثلا لو تيومر مثلا ريليت للسيلفيان فيشر، انت جنبك هنا بقى بلاد فيسلز عنيفه راجل، في الميدل سيريبرال وفي السوبرفيشال ميدل سيريبرال فين ليله. فخد بالك وانت بتدايسكت ان انت ما تشدش على الفاضي وخلاص، لا دايسكت بالراحه بالباتي والبايبولر معاك، تكوتر حته حته لحد ما تشيله وتسلكه من غير ما تعمل انجري لاي بلاد فيسل مهم. هي دي بقى اسهل حاجه في الايه، في الكونفكستي، لحظه التسليك. يعني في الاول وانت فرحان جدا فتحت تيومر جميل وكتري على كل الديوره وافتح ودي بالكينج، اغرزل حته في الكونفكستي هي قلبته، لو اتاتشت بجد الحاجه تحتيه بتبقى سخيفه جدا، بالذات انت تخاف تعور حاجه خطيره والعيان يطلع بيه كومبليكيشن، بالذات لو هو اصلا ما كانش عنده مشاكل. خلاص ده القاعده العامه بتاعتنا في الكونفكستي من الجوم. هو ده الكونفكستي من الجوم.